يا اهلا بحضراتكم، سمير عبد الغني، قناه فري كورسز. كل عام وحضراتكم بخير. فيديو عجبني قوي، كان جاي على فيديو الجزيره لبنت موهوبه. انا اتمنى لو حد يعرف اسمها يقول لي عليها يا جماعه، لان البنت دي بصراحه يعني صوتها، خامه صوتها واحساسها بالكلام ورياكشناتها وتفاعلها، كانها بتقول لك ايه، كانها بتصور الاغنيه بصوتها وبوشها. اسمع كده. شوف رياكشنات وشها وقت كلام الحزن بيبان عليها حزن، وقت الفرح بيبان عليها فرح، وقت الخوف بروفيشنال. دي بقى تستحق ان هي انها تكون انسانة موهوبة. انا طبعا لا اعرفها لا من قريب ولا من بعيد، وهي بتستخدم مقام النهاوند. صوتها ما شاء الله في ليونة واستجابة ومختارة طبقة حلوة، مختارة الناس اللي درس الصوت بقى والجو ده. طبقة الصوت بتاعها في الألتو، تمام، ألتو ياما. وعندك المقام اللي بتستخدمه، مقام اللي اسمه مقام النهاوند، من درجة الصول. حلو الكلام، طبعا كلام حافظاه، والأكشنات برضو ما يعني مش هوصيك، حزن وخوف طيب أنا كقارئ، يعني أنا كنت قناة إسلامية بتقدم مقامات صوتية، أنا استفدت إيه؟ بتقول لك ايه، تذاكر تذاكر يا هانم، تذاكر يا بيه، تذاكر يا بيه، هتدخل بعين بعين تحاسب. تحاسب عليه. طيب ما غام النهاوند ده لو طبق، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته. مقام نهاوند، شوف أنا باخد من أدائها. يعني أنت كراجل مثلا دارس مقامات وكده بتحب تسمع كل جديد. اه ده بقى اللي احنا بنسعى عليه يا جماعه، احنا نفتقر سماع كل جديد، ونفتقر ان احنا نقلد حد يستاهل، ونفتقر ان احنا نسمع لحد يستاهل. واحده زي دي يعني، شوف انت شويه الرعاع اللي بيطلعوا على التلفزيون، لا فن ولا موهبه ولا كاريزما ولا اي حاجه، ومع ذلك يعني فرض علينا، اتفرضوا علينا والله، شوية عديم الموهبة اتفرضوا علينا، في حين ان في ناس مواهب مدفونة ومواهب تستحق وتستحق تتحط فوق الراس ويتف بالبلغ على اللي طالعين على التلفزيون. مش بذمتكم يا جماعة، اسمع اسمع. ننسى اللي ما وكان الله على كل شيء، يعني فهمت؟ الظاهر انها بتقولها في حتة كده فخايفة. إحساس ما شاء الله، إحساس عالي. باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر. نفس النغمة اللي بتقولها بالظبط، بس طبعا احنا بنقرأها بنغمة قرآن، نغمة نهاوند يا جماعة، نهاوند على الصول، اصحى. تارت 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 تارت، دخلت بقى السولفيش بقى والفوكاليس. الناس اللي الشيخ وليد، الشيخ وليد ده السولفيش اللي انت اخدته، الشيخ وليد اخباره ايه؟ ادي سولفيش اهو. ده الناس يا جماعه، ده دن ورايا يا جماعه، حاول تطلع الفيديو بحاجه. انا معلش، انا مش فاضي، ولا انت عشان اضيع وقتي، وانت حضرتك مش فاضي وتضيع وقتك عشان تتفرج عليا. لا، حاول تطلع بحاجه. الفيديو لو على الاقل الفيديو يطلع منه بدقيقه يا اخي. النهارده بعد ما تخلص الفيديو، وكان الله على كل شيء قديرا. الايات ممسوحه من دماغي، اصلا صايم وتعبان، انا مش عارف ايه الفقر اللي انا فيه ده. استغفر الله العظيم يا رب. هم الذين مش عارف. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء ونور جزاء من ربك عطاء حسابا بما لا يتعارض ولا يتنافى مع التجويد. خلي بالك، احنا مش بنغني يا جماعة، ده قرآن. وكمان نسيت اقول لك ان الموهبة الأصلية، انا كان نفسي اظهر بوشي في الفيديو. الموهبة الأصلية بتبان، اي حد عايز يسمع صوته على طبيعته، عايز تعرف إمكانياته، اسمع without any effect، من غير مؤثرات صوتية، قولا واحدا. أما اللي بيحصل بقى، ضيف إيكو وضيف ريفيرب والعك ده كله، ضحك على الدقون. أي واحد بيخش الإذاعة بيقفلوا عليه، وعندك مايك ده ما بيطلعش ذرة صدى، يا دوب صوتك كده، حتى لو بلعت ليك هياخده زي ما هو يطلعه. نسمع. عزيزي فهيم أمانك في بكرة بتنقص كتير، بتنقص بلادك أراضي وغيوم، بتنقص ولادك تموت فوق تابوت، حياتك يا فندم حياة ما تساويش، فإيه اللي يجبر جنابك تعيش؟ شوف البت، يعني البت في التهكم رسمته صح، يعني مش مغنية يا جماعة. والله لو في حد منتج بيشوفنا، لو في منتج، المواهب دي تفوتوا تدوروا عليها يا جماعة وتنموها. ده بتمثل وبتغني، الله أكبر. ده بينك يا باشا وبين الخيال حواجز وشيش خد شيش خد شيش، سيناريو العجايب عجيب العكاب، تموت البراءة وتحيا الكلاب، وتصنع مهازل وتهدم منازل، تعمل عوازل ما بين الصحاب. بفكر بعض برضه، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. أنا مش عايزك تطلع إلا بالنغمة دي النهارده، لو هتقرأ مع نفسك اقرأ بالنغمة دي عشان تثبت في دماغك. ماشي يا اخوانا، اتمنى نسمع بس اخر مقطع. لا 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 لا، بسم الله ما شاء الله يا جماعة، يا ريت لو حد يعرف اسمها يكتبوا لنا كده، يمكن نلاقي حاجة تانية اليوتيوب باسمها، ولا
يا فنانة والله فنانة وممثلة بجدارة. فيعني استودعكم الله الذي لا إله إلا هو، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا تبخلوا بمشاركة الفيديو، يعني لو أنت عايز غيرك يستفاد ويضيف لنغمة جديدة لنفسه، ويعني لو حد عايز استفسار وما زال، إحنا طبعا ما منعين، يعني موقفين الدورات يومين بس مش أكتر، بس إن شاء الله نرجع نكمل. فلو حد حب ولا حاجة يستفسر ويسجل في الأكاديمية، لا مانع عندي. وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.